بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعتي رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارتي قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكلي. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. وصل يا رب على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.